مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. النهارده معانا متابعتين بشكل تفصيلي. هنتابع طبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين اللي وصلها النهارده ضمن جوله بداها بزياره للبحرين. بعد الصين كمان هيتوجه لاوزبكستان، لكن هنتوقف مع الصين قليلا لانه العلاقه الاستراتيجيه بين مصر والصين بتحمل تفاصيل عديده، ابرزها او في مقدمتها الملف الاقتصادي والاستثمارات الصينيه هنا في مصر، وده هيبان او هيتضح كمان من خلال متابعتنا وجولتنا الاخباريه عن اللقاءات اللي عقدها في بكين الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، بالاضافه لبروتوكولات التعاون اللي تم توقيعها في بكين. معنا موضوع آخر عن الخلية الإرهابية اللي كشفت عنها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي. طبيعة هذه الخلية الإرهابية كانت مختبئة فين، الأيديولوجية الخاصة بهؤلاء الإرهابيين، معركة مصر ضد الإرهاب بكافة أشكالها وملامحها، محور آخر اليوم في من القاهرة النهاردة. لكن تعالوا نطلع لفاصل ونشوف أهم وآخر الأخبار اللي حصلت النهاردة. المتابعة معانا النهاردة في من القاهرة هي الجلسة اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة المباحثات الموسعة اللي حضرها في قاعة الشعب الكبرى في بكين بحضور وفدي البلدين، واللي أشاد فيها الرئيس السيسي بدعم الصين للتنمية في مصر خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، والإشارة اللي توجه بها الرئيس الخاصة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واللي تطور خلال الأربع سنوات الماضية واللي نتج عنها توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والبرنامج التنفيذي من 2016 ل 2021، وده الأمر اللي سيحقق استفادة كبيرة خلال تلك الفترة خاصة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. الرئيس الصيني من جانبه أشاد بما حققته مصر في السنوات الأخيرة في مسيرة الاستقرار والتنمية وكمان الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كمان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني تشي جين بينغ مراسم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين مصر وبكين، برضو كان الإجراءات الخاصة بهم في قاعة الشعب الكبرى. الاتفاقيات خاصة بالتعاون في مجالات الجودة الصناعية، والصين قامت بموجب هذه الاتفاقيات بمنح مصر قرض إلى جانب التعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة الإنتاجية والقطار المكهرب اللي بتنشئه مصر أو بتدشنه مصر بخبرة صينية، علاوة على منحة أخرى صينية لتصنيع القمر الصناعي المصري واتفاق إطاري آخر للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم المبادرات اللي بيطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. جاءت مصادقة الرئيس على القانون اللي بيشمل خمس مواد بعد أن أقره مجلس النواب.
للمزيد من المتابعه معنا هاتفيا الاستاذ حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين وطبعا عضو الهيئه الوطنيه للاعلام. مساء الخير يا استاذ حمدي واهلا بحضرتك. مساء الخير واهلا بيك. طيب استاذ حمدي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على القانون 100 رقم 180 الخاص بتنظيم الصحافه والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ايه الاجراءات اللي هتتبع خلال الفتره القادمه بعد هذا التصديق؟ ده اولا. الامر الثاني المنتظر بعد تفعيل هذا القانون لاصلاح ربما مسيره او منظومه الاعلام بشكل عام في مصر. أنا هبدأ من نهاية كلامك. أن بالفعل صدور هذا القانون والقرار اللي أصدره الرئيس أعتقد ده كان مهم جدا لاستكمال المنظومة الإعلامية اللي نص عليها دستور 2014 واللي واضح أن الحاجة بتزيد يوما بعد يوم لعمل هذه المنظومة الإعلامية المكونة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي نقابة الإعلام ونقابة الصحفيين. هذا القانون بيدي الخلفية والأرضية المهمة جدا لتحرك هذه المنظومة، وهو بالتأكيد أعتقد أن هو من خلال الجهود التي بذلت في لجنة الثقافة والإعلام وبعد كده في مجلس الدولة وبعد كده مقترحات نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين والتعديلات التي تمت، أعتقد أن احنا وصلنا إلى لا يقل عن 80% من المطلوب من هذا القانون. وتفعيله أعتقد هيد فرصة لإعادة التوازن للإعلام، لأنه بوضعه الحالي الحقيقة تحول إلى عبء على البلد في مرحلة بالغة الأهمية، فأن نعيد الإعلام إلى توازنه ده شيء مهم. وسيلتنا هنا المنظومة الإعلامية والغطاء المهم بتاعنا هذا القانون، لأنه هو بيوضح إلى حد كبير جدا اختصاصات كل أفراد أو كل جهات المنظومة، وده شيء مطلوب بشدة. يعني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين وعضو الهيئة الوطنية للإعلام. ونروح لوزارة الداخلية اللي أطلقت مبادرة اسمها كلنا واحد. المبادرة دي هي بتنفذها على مراحل، لكن هي بتشمل كل محافظات الجمهورية، بتوفر من خلالها الزي المدرسي ومستلزمات المدارس بشكل عام للطلبة والطالبات بأسعار منخفضة وأسعار أقل من الأسواق. فده بيتيح لأولياء الأمور إن هم فعلا يشتروا السلع والمستلزمات المدرسية اللي بتشكل عبئا على الأسر المصرية في هذا التوقيت كبير. الوزارة بتوفرها من خلال منافذ بيع، هنشوفها من خلال التقرير، بأسعار منخفضة عن سعرها الأصلي وعن بقية الأسواق. برعاية رئيس الجمهورية، وبعد أن لاقت مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في السلاسل التجارية نجاحا كبيرا في التخفيف عن كاهل المواطنين، ينطلق قطار المبادرة لمرحلة جديدة مع اقتراب عام دراسي ليشمل توفير المستلزمات المدرسية في معارض أقامتها مديريات الأمن لهذا الغرض بمشاركة أصحاب المكتبات الكبرى ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي. واحد من هذه المعارض هنا أقام مديريات أمن القاهرة بمنطقة عابدين، وآخر بميدان الفردوس ضم المعرضان ما يحتاجه الطالب من مستلزمات مدرسية بسعر مخفض. في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة كلنا واحد، وزارة الداخلية بتطلق هذه المبادرة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن المصري. بيتم افتتاح معرضين في القاهرة للأدوات المدرسية والخاصة بالطلبة في الفردوس والآخر بنادي شرطة عابدين، وجميع الأدوات المدرسية متاحة وموجودة في المعارض بأسمان منخفضة تصل من 30 إلى 50% عن مثيلتها
خارج المعرض. معارض تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وفي ضوء نهجها الذي يهدف إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين. لذلك ستستمر هذه المبادرة من اليوم ولمدة شهر حتى يستفيد من تخفيضاتها أكبر عدد من أولياء الأمور الذين أبدوا ارتياحا كبيرا وسعادة بهذه المبادرة، فالتخفيضات كبيرة وتستحق. في فرق طبعا، في فرق كل حاجة بسأل عليها، في فرق في الأسعار، يعني كشكول ده مثلا في فرق 5-6 جنيه، كشكول ده في فرق حوالي 6 جنيه، برضو الكشاكيل فيها فرق حوالي 22 جنيه في الدست، يعني بره ب 45، هو هنا بيتكلم في 22 جنيه. لما جيت طبعا لقيت اسعار مختلفه تماما عن الاسعار اللي بره، فربنا يكرمهم بصراحه. النهارده الاسعار دي مخفضه جدا، باسعار تخفض قيمه الجمله كمان. بصراحه يعني اول مره نشوف حاجه بالاسعار دي، والمنتجات الجميله جدا. مقارنه بمثيلاتها في المكتبات الاخرى الاسعار هنا مخفضه، مع اختيار اماكن اقامه المعارض بعنايه ليستفيد منها المستحق، واصحاب مكتبات اختاروا المشاركه قبل البحث عن الربح، فالكل واحد كما الشعار. شاركنا في هذه المبادرة، عملنا معارضين مع مديرية أمن القاهرة في عابدين والفردوس، عملنا خصومات هائلة على الأدوات المدرسية من 30-50%، حطيناش هامش ربح خالص، يعني مثلا بات كشكول بيتباع بره ب 25 جنيه، احنا عاملينه موصلين له 16 جنيه ونص، شنطة مدرسة ب 95 جنيه و 120 جنيه بره عاملينها ب 50 جنيه، دستة قلم جاف ب 15 جنيه بره بنبيعها ب 7 جنيه ونص. طيب النهارده كان اول يوم عمل رسمي للساده المحافظين بعد اداء اليمين الدستوريه امام الرئيس عبد الفتاح السيسي اول من امس يوم الخميس. يعني البدايه او هنتوقف مع محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال، اللي عقد النهارده اجتماع موسع مع نواب المحافظ ورؤساء الاحياء واعطاهم بعض التوجيهات الخاصه بالمتابعة الدائمة والتواجد الميداني بالشارع والعمل على حل مشاكل المواطنين. خلينا نروح للمهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لنتعرف أكثر على فحوى هذا الاجتماع وأهم ما جاء فيه من تكليفات أو توجيهات من سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك وللساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اجتماع النهارده واهم ما جاء فيه والانطلاق هيكون ازاي للقيام بالمنوط به المحافظ وطبعا الساده النواب؟ طبعا يا فندم، زي ما سيادتك تفضلتي، سياده المحافظ سياده اللواء خالد عبد العال كان في اجتماع موسع مع الزملاء رؤساء الأحياء ومع رؤساء الشركات الخدمية زي الصرف الصحي والكهرباء والمية، وكان في توجيهات صريحة بخدمة المواطنين وحل مشاكلهم، وأيضا التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وحل المشاكل، وخاصة للمواطنين بصفة عامة. أنا على المستوى المنطقة النهاردة صباحا كنت في أول الجولات، وكنت موجود متواجد في منطقة المرج، حي المرج، وتفقدت الحي. طبعا يعني بداية أنا بحاول أتعرف على المشكلات اللي موجودة في الأحياء. النهارده زرت محطة المياه اللي موجودة في منطقة المرج، ومحطة الصرف الصحي، وشارع مؤسسة الزكاة، واسم الشرطة. يعني كان في جولة وتقابلت مع بعض المواطنين اللي موجودين في المنطقة للتعرف على المشاكل اللي موجودة في حي المرج. وبكرة إن شاء الله يا فندم هيبقى في جولة في حي عين شمس، يعني تباعا كده المنطقة بالكامل إن شاء الله. يعني الفترة الأولى هتبقى زي حصر أو رصد لأبرز وأهم المشاكل اللي بتشهدها الأحياء المختلفة. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، ال يكون إن الواحد يشوف المشكلة أو الحاجة على الطبيعة بيقدر يحكم بالظبط ويسمع من الناس كيفية الحلول لهذه المشاكل.
أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية. أبناء المحافظات طبعا مع تغيير حركة المحافظين دائما وأبدا بيكون ليهم أولويات في الطلبات الخاصة بيهم، واللي دايما بتدور وبتلف حوالين الحاجات اللي هم بيحتاجوها بشكل يومي. استطلعنا آراء بعض المواطنين كده من ثلاث محافظات، وهيكون تباعا معانا في حلقات قادمة من القاهرة محافظات أخرى، لكن قلنا ناخد من وجه بحري محافظة الأسكندرية وبعدين هنروح لوجه إبلي الفيوم وأسوان. ربنا يوفقه ويرجع اسكندرية زي ما كانت أيام حمد عاشور. اسكندرية كانت الساعة 12 بالظبط كانت بتتغسل، ما كانش فيه ترابة وما كانش فيه حد بيعدي المرور، وكان أي واحد يعدي غلط كان بيدفعوا غرامة. احنا بنطلب من الدكتور عبد العزيز ان هو زي ما كان اكتيفيتي في جامعة اسكندرية ينزل في الشارع ويشوف متطلبات الشعب السكندري ايه والمحافظة ايه، وربنا يوفقه ان شاء الله. سيادة المحافظ الجديد بنعاني من الصرف الصحي، ما عندناش صرف صحي، عاملين طرنشات في البيوت والطرنشات دي بتطلع على البيوت ملح، فاحنا من سيادتك ان احنا من كارت ابو ديهوم ما عندنا الصرف الصحي، حاملينه الناس لابو جندير كارت ابو جندير معدي علينا واحنا ما بنمشي فيه. يهمني المستشفيات الحكوميه اللي بصراحه ما مش غير ادميه، يهتم بيها، يهتم، مش هقول انضباط الدكاتره او حضورهم وانصرافهم، لا، المعامله الادميه في المستشفيات. التعليم طبعا ربنا يقدره بقى مع سياده الوزير، ونتمنى يعني اولا واخيرا الاهتمام بالفيوم. الفيوم مدينه ساحره جميله، محتاجه شغل كتير منك، محتاجة انك ترجع الفيوم على الخارطة السياحية من جديد. الفيوم محتاجة منك الاهتمام بقطاع الصحة وقطاع التعليم وشبكات الطرق. انا عايز محافظ يمسك بس يكون شغال، يكون على ارض الواقع، ان هو بيمشي في البلد بيشوف يراقب الاسعار، يشوف مشاكل الناس، الناس تحس بيه. المحافظ بيمسك احنا ما نعرفش حتى اسمه، ما بنشوفوش، مش متواجد في الشارع. انا عايز المحافظ حضرتك اللي يمسك ابقى متواجد في الشارع، يراقب الاسعار، يشوف احوال الناس، يشوف مشاكلهم. محافظة اسوان الفترة الاخيرة عانت معاناة كبيرة من مسألة النظافة، وان القمامة كان فيها مشكلة كبيرة، لكن احنا ان شاء الله بنتمنى منه في الفترة اللي جاية يبقى ابعادنا يعني احلامنا ابعد من كده، في ان اسوان يفتح ليها ابواب استثمار وفرص كبيرة للشباب عشان التشغيل، وموضوع السياحة يبقى عندنا برضو فرص كويسة لجذب السياحة، بحيث ان نعمل حراك شوية لأسوان عن الوضع اللي هي فيه حاليا. يعني النظافة صراحة يعني مستوى النظافة متدني في كثير من الأحياء داخل محافظة أسوان، وأيضا في الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الرئيسية، ليس كل الشوارع الرئيسية، ولكن النظافة بصفة عامة تكون 100% أمام محطة سكة الحديد على طريق الكورنيش، أما في الشوارع الداخلية فتعتبر منعدمة تماما. زائد كده أنا ساكن في منطقة السيل الجديد، منطقة السيل الجديد دي فيها حوالي بتاع 71 عمارة، حوالي أكتر من 15,000 نسمة، في ناس بتشتغل وبتشيل لمؤاخذة القمامة وكلام من دوت بالعربيات، بص بتلاقي ناس بترمي عليهم. طيب دي كانت آراء بعض المواطنين بشكل عشوائي طبعا من بعض المحافظات، ولكن هو في أغلب الأحيان أو في كل الأحيان بتكون دايما الطلبات أو احتياجات المواطنين زي ما قلنا في المحافظات متكررة، بتتعلق بالأمور الحياتية واحتياجاتهم الأساسية. خلينا نطلع لفاصل وبعده هنبتدي نتكلم على رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته الحالية إلى الصين، بالإضافة إلى كمان مشاركته خلال الأيام القادمة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي. فاصل ونعود.